أكيد سلمى، محطتنا الأخيرة اليوم راح تكون مع فقرة قانونية راح نسلط الضوء من خلالها على قضية ترتكب خلف الأبواب المغلقة وبصمة تسقط الضحية تحت مسميات الحفاظ على الشرف والسمعة وكرامة العائلة، يعني مسميات مختلفة لكن يبقى الموت واحد. أكيد فرح اليوم مع المحامية جوليت ضائع، هي ضيفتنا لليوم بالاستديو، راح نحكي أكثر ونبحث معها بشكل أكبر بموضوع جريمة الشرف من وجهة النظر القانونية، لن توصل إلى الرادع القانوني لهالنوع من الجرائم مهما كانت مسمياتها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير لكم، صباح الخير للموجودين معنا على صباح الأخبارية السورية. يسعد صباحك على جديد. صباح. يعني لما نقول جريمة شرف قديه فعلا هذا المصطلح هو مصطلح شائك وموضوع حتى شائك، ما في يمكن كل المحاكم في قضايا تحت هذا المسمى، فخلينا نتعرف منك أكثر على هذا المسمى وأنت وإحنا ممكن فعلا نقول عنه أنه هي جريمة شرف. جريمة الشرف هي جريمة قتل يقوم بها رجل ينتمي لأسرة ما أو هو قريب لهذه الأسرة بحق أنثى تنتمي لهذه الأسرة، قامت بارتكاب أفعال مخلة بالآداب كجرم الزنا أو العلاقات غير المشروعة. طبعا يزعم مرتكبي هذه الجرائم أنهم قاموا بها حفاظا على الشرف والسمعة، وحقيقة هي أقرب للمنطق القبلي أنها غسل للعار، هذا هو المفهوم العام السائد لجرائم الشرف. وإذا بحثنا عن في انتشار هذه الجرائم نجد أنها أكثر انتشارا في البلدان الإسلامية. السبب في انتشارها يعود إلى أنه يوجد في الوعي الشعبي والشعبي تحديدا أن هناك ما يدعم جرائم التي ترتكب تحت مسمى الشرف، يدعمها الشرع والدين، وطبعا هذا الاعتقاد خاطئ تماما، وسنرى لاحقا كيف تختلف نظرة الشرع والدين لهذا الموضوع. السبب الآخر هو وجود تقنين وتشريعات تحمي القتلة مرتكبي هذه الجرائم إذا أثبتوا أن دافعهم في هذه الجرائم هو دافع شريف. طيب هون خلينا نحكي لك عن دعائم القضية، يعني هذه القضية حتى تسمى بالقضاء هي قضية شرف، أو كيف ممكن يكون، شو الدعائم اللي لازم متواجدة فيها، وهل استطاع القانون فعلا وضع ضوابط لحتى هي الجريمة ما تتحول مثل ما قلتي من جريمة عادية أو جريمة بغاية الانتقام إلى تأخذ منحى آخر أو تسمى جريمة شرف؟ لا، حقيقة المادة 548 التي سنعرض لها لاحقا أقل ما يقال فيها، سابقا هي كانت موجودة ومثار جدل، أقل ما يقال فيها أنها ستار لتمرير العديد من الجرائم تحت مسمى جريمة الشرف. وفي التفصيلات سنرى أيضا أنه في بإمكان أي شخص أن يرتكب الجريمة بحق الأنثى ويقول بأنها جريمة شرف، والإثبات بحق المرأة يعني يمكن إثبات هذا الموضوع بكافة وسائل الإثبات. طب خلينا نعرف من حضرتك أكثر عن المقترحات يمكن لسد بعض الثغرات الاجتماعية والقانونية الموجودة، أنت نحن فعلا قادرين أنه يمكن هذا القانون ما يكون يمكن العكاز لكثير من الرجال أو السبب يلي بيعتمدوا كثير من الرجال للخروج من مأزق معين بالاحتماء بهيك؟ نحن قبل ما نعرض للمقترحات هي يفترض أن نعرج على التشريعات القائمة والموجودة فيما يتعلق بجريمة الشرف. أفضل الحديث عن المادة 548 تحديدا والتي تم طرأ عليها تعديلات تشريعية قبل الدخول إلى المقترحات. في القانون، قانون العقوبات السوري أقر أو يعني حدد عقوبة في حال ارتكاب جريمة الشرف، ونصت على أنه يستفيد من العذر المحل كل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الجرم الزنا المشهود أو في صلات فحشاء مع شخص آخر. نعم.
إذا ارتكب هذا الجرم طبعا من غير عمد، يعني في حال أقدم على قتل هذين الشخصين يعني المذكورين أو إيذائهما ولكن من غير عمد. طبعا جاء تعديل تشريعي على هذه المادة لأنها أصبحت مسار جدل كما ذكرنا في المجتمع وفي الأوساط الحقوقية والقانونية وفي المجتمع. لذلك جاء التعديل التشريعي في المرسوم 37 في المرسوم 37 للعام 2009 حيث عدل هذه المادة القانونية لتصبح ليحل بدلا من العذر المحل عذر مخفف على ألا تقل العقوبة في حال القتل عن سنتين. إذا نظرنا لهذا المرسوم التشريعي نجد أن أولا تحول جريمة الشرف تحولت من فعل مجرم قانونا إلى فعل مجرم ومعاقب عليها أيضا. الملاحظة الأخرى أنه تم يعني شملت الأعذار المخففة شملت الوصف الجرمي للفعل، فتحول من جنائي الوصف إلى جنحوي الوصف. في عام 2011 أيضا صدر المرسوم التشريعي رقم 1 وفي المادة 15 منه أيضا أجرى تعديلا تشريعيا على هذه المادة، فزاد العقوبة، أبقى على العذر المخفف في حالة القتل بدافع الشرف ولكنه زاد العقوبة وجعلها بين حدين 5 سنوات إلى 7 سنوات. هلا يعتبر هذه التعديلات المتكررة على القانون ابتداء من مادة 548 في القانون الذي كان قد صدر في عام 1949 مرورا بالمرسوم التشريعي 36 إلى المرسوم التشريعي الأخير رقم 1 هي تعديلات خجولة لم ترقى إلى المستوى المأمول منها. نعم. طيب أستاذة أنطوانيت، يعني هل اختلاف العقوبة يمكن مثل ما حكيتي أثر على تزايد أو قلة نسب هاي الجرائم وبالأخص بسوريا؟ هلأ يفترض أنه هذا التعديل وزيادة العقوبة أن تشكل رادع، لكن كما تحدثت ليست بالمستوى الذي المطلوب والمأمول والذي تناضل من أجله الأوساط الحقوقية. نعم. لأي درجة كمان بتشوفي حضرتك أنه القانون والشرع بيشترك يمكن بمعاقبة أو بإدانة هذا الجرم؟ هلأ في اختلاف بالتناول. نعم. لمسألة خلينا نقول جريمة الزنا، هلأ ممكن نحن موضوعنا جريمة الشرف لكن الأساس الذي تبنى عليه جريمة الشرف هي جرم الزنا بداعي أن المرأة قد ارتكبت فعلا مخلا بالأخلاق وأقامت علاقة غير شرعية. جريمة الزنا إذا بحثنا فيها وكيف تعاطى القانون السوري مع جريمة الزنا سنلاحظ الآتي. في المادة 473 من قانون العقوبات نص على عقوبة جرم الزنا فقال أنه أن المرأة الزانية تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنوات وأيضا يقضى بذات العقوبة على الرجل الشريك إذا كان متزوجا، وفي حال كان غير متزوج فإنه يعاقب بالحبس من 1 شهر إلى 1 سنة. الآن المفصلية الثالثة بالمادة هي أدلة الثبوت فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من وسائل الإثبات ضد الشريك الرجل إلا ما كان منها من الرسائل والوثائق التي قام بكتابتها بخط اليد. هلأ بملاحظة هذه المادة القانونية وبتحليلها نرى الإزدواجية بالتعامل القانوني بين المرأة والرجل بنظرة عامة للتشريع والدين. نلاحظ أن الدين نظر أولا جرم هذا الفعل أخلاقيا وهو حد من الحدود التي لا يستهين بالعقاب عليها، ولكنه ساوى بين الطرفين، ساوى بينهما في العقوبة دون الدخول بتفاصيل العقوبة، ساوى بين الرجل والمرأة سواء كان في الوضع العازب أو المتزوج، ساوى بينهما في تلقي العقاب.
أيضا ساوى بينهما بالتوصيف، فكان أن أطلق عليهما الزاني والزانية بخلاف ما فعل القانون. أيضا بالنسبة للإثبات، نلاحظ أنه فيما في الشرع تطلب لإثبات هذا الموضوع شروط قاسية، ولم يستهين في التثبت منها بشكل دقيق. يعني تطلب شهادة 4 من الشهود رأوا بأم العين، لا يجوز الشهادة على السماع، رأوا بأم العين وبما لا يدع مجالا للشك. إذن هنا قيود صارمة وقاسية جدا، وفي حال تراجع أحد الشهود يطبق حد آخر على البقية وهو حد القذف. إذن لما تشدد الشارع عليه وتعالى، يعني لما تشدد بهذا الموضوع حفاظا على الأسرة وسمعة الأسرة؟ إذن بما أن الشرع هو المصدر الأساسي للقوانين، نلاحظ أن هناك تناقض بين المادة القانونية التي تعاقب على فعل الزنا والشرع. خلينا نقول كمان في موضوع جرائم الشرف، ما يتعلق بها الشرع لم يسمح أو لم يعفي من العقاب الزوج الذي شهد واقعة الزنا بمفرده، فلم يبيح له قتل الزوجة، إنما كان أتاح له أن يطلب التفريق بناء على دعوى لعان، وأن يطلب عدم إثبات نسب الولد لنفسه، ولكنه لم يجيز له قتل الزوجة. إذن لماذا هذا الخروج عن النصوص الشرعية؟ نلاحظ بالقانون السوري، أولا وصل الحد بالتمايز بالعقوبة بين الرجل والمرأة إلى حد تلقي المرأة ضعف العقوبة عن الرجل. يعني أحيانا يعاقب الرجل بسنة بينما تعاقب المرأة بسنتين. المرأة من حيث التوصيف هي دائما فاعل في جرم الزنا، بينما الرجل هو دائما شريك، إلا إذا كان متزوج، يعني يجتمع شرطان، أن يكون متزوج وأن يجتمع شرطا آخر مع هذا الشرط، وهو أن يقوم بجرم الزنا في مخدع الزوجية أو أن يصاحب خليلة جهارا. يجب أن يجتمع هذين الشرطين حتى يعتبر الرجل فاعلا أصليا في جرم الزنا. نعم أستاذ أنطوانيت، خلينا ولو سريعا بختام حديثنا نمر شو المقترحات القانونية والاجتماعية لسد هاي الثغرات اللي حكيتي عنها. طالما في خروج عن المصادر الأساسية للقانون اللي هي المصادر الشرعية، طالما أنه نحن عنا مبادئ دستورية تنص على المساواة التامة للمواطنين أمام القانون، طالما نحن بلد لدينا التزامات دولية وقعنا على اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002، أيضا قرار الجمعية العمومية بالقضاء على أشكال العنف ضد المرأة، كل هذه الاتفاقيات التي صادقنا عليها والتزمنا بها، هذه الأمور ترتب علينا التزامات كدولة أن نغير ونعدل القوانين بما يتناسب مع هذه الالتزامات. لذلك علينا أن نعيد النظر في هذه المواد القانونية، ولا تكون إعادة النظر خجولة كما حصل في المادة المتعلقة بجرائم الشرف. لما لا نعيد النظر بهذه المواد القانونية ونلغيها؟ إذا كان لابد من الاحتفاظ بالأعذار المخففة، فلماذا تكون للطرفين على حد سواء؟ فالمرأة أيضا يعني تحس بالضغط الشديد إذا شهدت زوجها بهذه الحالة، وعندها تفقد القدرة على السيطرة على أعصابها، لماذا لا تستفيد أيضا من العذر المخفف؟ أيضا قانون العقوبات بشكل عام علينا أن نعيد النظر فيه، لأنه هو مستمد بالأساس من مثلا القانون الفرنسي، أيضا استفاد من القانون الإيطالي والروماني. إذا نظرنا في تلك البلدان نجد أنها تغيرت هذه القوانين ومنذ زمن بعيد، لماذا نحتفظ بهذه القوانين حتى الآن مع أنها لا تسير لا نبض المجتمع ولا تقدم المجتمع ولا طموحاتنا؟ هذا الأمر برسم المشرع، علينا ألا نكرس ذكورية المجتمع،
علينا أن نبتعد عن النزعة التي تقصي النساء في المجتمع. أكيد. المحامية جولييت ضائع، نحن كثير نتشكر وجودك معنا اليوم، أتمنى صوتك يوصل، ويمكن دائما هي الأمور يلي بترفع الرجل وبتعطيه حقوق يمكن شوي معنا إنسانية، أو فعلا هي معنا إنسانية وبتأذي المرأة بشكل أو بآخر. نتشكر وجودك معنا لليوم على كل المعلومات اللي قدمتيها.